السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم، معكم ست مريم من قناة أبسط طرق للتعلم. درسنا لهذا اليوم قابلية القسمة على 2 و3 و5 و10 رياضيات الصف الرابع ابتدائي صفحة 104. نقرأ هذه القاعدة. قابلية القسمة على 2 و3 و5 و10. يقبل العدد القسمة على 2 إذا كان أحاده عدد زوجي، يعني العدد إذا كان أحد عدد زوجي فهو يقبل القسمة على 2. ما هي هذه الأعداد الزوجية اللي هي 0 والاثنين والأربعة والستة والثمانية؟ هذه أعداد زوجية. إذا كان العدد أحاد زوجي من هذين الأعداد الزوجية فهو يقبل القسمة على 2. مثل هنا عندنا 18 هنا الأحاد مالته إيش قد؟ 8 عدد زوجي، إذن هو يقبل القسمة على 2. 18 يقبل القسمة على 2 لأن أحاده عدد زوجي. يقبل العدد القسمة على 3 إذا كان مجموع أرقامه من مضاعفات العدد 3، يعني إذا كان العدد مجموعة أرقامه من مضاعفات العدد 3 أو موجود بجدول الضرب 3 فهو يقبل القسمة على 3. مثل هنا 36. 36 يقبل القسمة على 3. شلون؟ نجمع هذني الأرقام الاثنين الأحد والعشرات، اثنيناتهم نجمعهم، نقول 6 زائد 3 شكيت 9، والتسعة موجودة بجدول الضرب 3 وهي من مضاعفات العدد 3، إذن يقبل القسمة على 3. التسعة من مضاعفات العدد 3 أو موجودة بجدول الضرب 3 اللي هي 3 في 3 9، إذن 36 يقبل القسمة على 3. يقبل العدد القسمة على 5 إذا كان أحده يا أما 0 أو 5. مثل هنا عندنا 225 يقبل القسمة على 5. ليش؟ لأن أحاده 5. عندنا هنا 50 يقبل القسمة على 5. ليش؟ لأن أحاده 0. العدد إذا كان أحاده 5 أو أحاده 0 فهو يقبل القسمة على 5. يقبل العدد القسمة على 10 إذا كان أحاده 0. مثل هنا عندنا 300 إيش قد الأحاد؟ أحاد 0، إذن إنه يقبل القسمة على 10. صار واضح؟ هذه القاعدة نحفظها بخصوص قابلية القسمة. أكو ملاحظة ثانية، إنه العدد يقبل القسمة على 2 وبنفس الوقت يقبل القسمة على 3. يعني هنا عندنا 18، إحنا مو قلنا يقبل القسمة على 2 لأن أحاد عدد زوجي وهو 8، وكذلك 18 يقبل القسمة على 3. شلون؟ لأن إذا جمعنا الأحاد والعشرات، إذا جمعنا أرقامه راح يطلع 9، والتسعة موجودة بجدول ضرب 3 فهي تقبل القسمة على 2 وتقبل القسمة على 3. يعني من نقول 8 زائد 1 يساوي 9، والتسعة من مضاعفات العدد 3، إذن تقبل القسمة على 3. كذلك هنا 36 تقبل القسمة على 3 لأن مجموعة أرقامه يساوي 9 من مضاعفات العدد 3، وكذلك يقبل القسمة على 2. ليش؟ لأن الأحاد مالته شنو؟ عدد زوجي وهو 6. إذن 36 يقبل القسمة على 3 ويقبل القسمة على 2. عندنا هنا مثلا 300 يقبل القسمة على 10 لأن أحاده شقد؟ 0، وكذلك يقبل القسمة على 5 لأن الأعداد اللي تقبل القسمة على 5 بتكون أحاده يا أما 0، وهنا عندنا 300 أحاده 0. صار واضح؟ هسه نحل فقرة أتأكد صفحة 105. حوط بدائرة الأعداد التي تقبل القسمة على 2 وبمربع الأعداد التي تقبل القسمة على 3. هنا عندنا أول عدد اللي هو 106. 106 هنا أشوف الأحاد مالته إيش قد؟ 6، والستة عدد زوجي فهو يقبل القسمة على 2. هنا نحوطه بدائرة. ليش؟ لأن يقبل القسمة على 2. زين، نشوفه يقبل القسمة على 3، نجمع الأعداد ونشوف المجموع مالتها موجودة بجدول الضرب 3. هنا نقول 6 زائد 0 6، زائد 1 7، والسبعة ما موجودة بجدول الضرب 3
إذا ما تقبل القسمة على 3 تقبل القسمة فقط على 2. العدد الثاني 261 يقبل القسمة على 2 ما يقبل القسمة على 2. ليش؟ لأن هنا عندنا الأحد مالته واحد مو عدد زوجي، فهو ما يقبل القسمة على 2. زين نشوفه يقبل القسمة على 3، هنا نقول 1 زائد 6، 1 زائد 6 7، زائد 2 9، والتسعة موجودة بجدول الضرب 3 أو من مضاعفات العدد 3، فهي تقبل القسمة على 3. راح أخلي مربع، خلي نانا مربع لأنه يقبل القسمة على 3. هنا عندنا العدد 890 يقبل القسمة على 2؟ نعم يقبل القسمة على 2. ليش؟ لأن هنا عندنا الآحاد شقد؟ الآحاد الآحاد صفر، والصفر عدد زوجي فيقبل القسمة على 2. زين نشوفه يقبل القسمة على 3؟ ما يقبل القسمة على 3، يقبل القسمة فقط على 2. 225 يقبل القسمة على 2؟ ما يقبل القسمة على 2، لأن الآحاد هنا شنو؟ 5 عدد فردي. زين يقبل القسمة على 3؟ هنا نقول 5 زائد 2 7 زائد 2 9. نعم يقبل القسمة على 3 لأن 9 من مضاعفات العدد 3. هنا عند العدد 432 يقبل القسمة على 2؟ نعم يقبل القسمة على 2 لأن الأحد مالته شنو؟ الأحد مالته 2 عدد زوجي، فهو يقبل القسمة على 2. زين أشوفه يقبل القسمة على 3، أقول 2 زائد 3 5 زائد 4 9. نعم يقبل القسمة على 3، يعني هذا العدد حوطه بدائرة وحوطه بمربع. حوطه بدائرة لأنه يقبل القسمة على 2 لأن أحاده عدد زوجي، ويقبل القسمة على 3 لأن مجموعة أرقامه هي من مضاعفات العدد 3. يعني هنا أنا أقول 432 مجموعة أرقامه اللي هي 2 زائد 3 زائد 4 ويساوي 2 زائد 3 5 زائد 4 9، والتسعة هي من مضاعفات العدد 3 إذن يقبل القسمة على 3. هنا حوطه بدائرة ومربع. عندنا هنا العدد 528 يقبل القسمة على 2؟ نعم يقبل القسمة على 2، حوطه بدائرة. ليش؟ لأن أحد عدد زوجي اللي هو 8. زين يقبل القسمة على 3؟ أقول 8 زائد 2 10 زائد 5 15، وال 15 موجودة بجدول 3 اللي هي 3 في 5. إذن عندنا هذا العدد يقبل القسمة على 2 ويقبل القسمة على 3. هنا أنا أقول 528 528 أجمع أرقامه، أقول 8 زائد 2 زائد 5 ويساوي 8 زائد 2 10 زائد 5 15، وال 15 موجودة بجدول الضرب 3 اللي هي 5 في 3، 5 في 3 يساوي 15، إذن يقبل القسمة على 3. صار واضح؟ النقطة الثانية حوط بدائرة الأعداد التي تقبل القسمة على 5 وبمربع الأعداد التي تقبل القسمة على 10. هنا أقول 470 470 الآحاد مالته هنا الصفر، والأعداد التي تقبل القسمة على 5 يا أما تكون آحاد الصفر أو 5، إذن يقبل القسمة على 5 أحوطه بدائرة. زين يقبل القسمة على 10 آحاد الصفر، ولا آحاد صفر يقبل القسمة على 10، إذن أحوطه بمربع. 470 يقبل القسمة على 5 ويقبل القسمة على 10. 875 يقبل القسمة على 5 أحوطه بدائرة. ليش؟ لأن أحاده 5. يقبل القسمة على 10؟ لا ما يقبل القسمة على 10، لأن الأعداد التي تقبل القسمة على 10 هي فقط اللي أحاده صفر. 209 يقبل القسمة على 5؟ ما يقبل القسمة على 5، لأن أحاده 9 لا هي صفر ولا هي 5. يقبل القسمة على 10؟ كذلك ما يقبل القسمة على 10 لأن أحاده مو صفر، فهذا نعوفه. 715 يقبل القسمة على 5، نحوطه بدائرة لأن أحاده 5، وما يقبل القسمة على 10 لأن أحاده 5 مو صفر. هنا عندنا 600 يقبل القسمة على 5 لأن أحاده صفر، ويقبل القسمة على 10
لأن كذلك آحاد صفر. 515 يقبل القسمة على 5 لأن آحاد 5. 950 يقبل القسمة على 5 لأن آحاد صفر، كذلك يقبل القسمة على 10 لأن كذلك آحاد صفر. هنا عندنا 639 يقبل القسمة على 5، ما يقبل القسمة على 5 لأن آحاد لا هو صفر ولا هو 5. يقبل القسمة على 10، ما يقبل القسمة على 10 لأن آحاده مو صفر، فهذا العدد ينعوفه. النقطة الثالثة، املأ المربع ليقبل العدد الناتج القسمة على 2. عندنا هنا مربع وهنا 9، هنا الآحاد ايش قد أخليه حتى يقبل القسمة على 2؟ الأعداد التي تقبل القسمة على 2 لازم تكون آحاد شنو؟ آحاد عدد زوجي، يعني أما أخلي صفر أو أخلي 2، ما أخلي بهذا المربع، يا ما أخلي صفر أو أخلي 2 أو أخلي 4 أو أخلي 6 أو أخلي 8. هذه الأعداد الزوجية إذا خليتها بهذا المربع راح تقبل القسمة على 2. ليش؟ لأن هذني أعداد زوجية والأعداد الزوجية تقبل القسمة على 2، يعني أي عدد أي رقم أخلي من هذه الأرقام، مثلا أخلي هنا 4، 94 يقبل القسمة على 2، أو أقول 96 أو 98 أو 92 أو 90، كلها هذه تقبل القسمة على 2 لأن أعداد زوجية. هنا كذلك 32، هنا ايش قد أخلي بالمربع؟ كذلك عدد زوجي، مثلا أخلي هنا 6، أخلي 6 تقبل القسمة على 2 لأن 6 عدد زوجي. هنا عندنا 75، أخلي أي عدد زوجي، مثلا أخلي 8، 8 هنا عدد زوجي يقبل القسمة على 2. هنا مثلا أخلي 0، هنا 810 يقبل القسمة على 2 لأن أحد عدد زوجي اللي هو الصفر. هذين المربعات أي عدد أي رقم أخلي من هذه الأرقام الزوجية هي صحيحة، تقبل القسمة على 2. النقطة الرابعة، املأ المربع ليقبل العدد الناتج القسمة على 5. ما هي الأعداد التي تقبل القسمة على 5 اللي تكون أحادي أما 0 أو 5؟ فهنا أنا أخلي بهذا المربع يا أما 0 أو 5، فأما أقول 50 أو أقول 55، اثنين صحيحة. هنا كذلك يا أما أخلي مثلا 0 أو 5، هنا يا أما أخلي 0 أو 5، هنا عندنا الآحاد ايش قد؟ آحاد 5، فهنا أي عدد أخليه راح يكون صحيح، مو إلا 0 أو 5، أي عدد، مثلا أخلي هنا مثلا 3، مثلا خليت 3 راح يقبل هذا العدد القسمة على 5. ليش؟ لأن هو آحاد 5، آحاد هنا 5، لازم الآحاد هنا يا أما 0 أو 5. صار واضح؟ وانتهى درسنا لهذا اليوم، ومع السلامة.